السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شفنا بعد إذنك أنا حاولت من عند حد رصيد، والمفروض أنت تدفع بعد ما تحول الرصيد بتدفع نص المبلغ اللي أنت عايز تحوله، يعني أنا مثلا حولت ب 100 صافي فتعبت 150. فأنا لما يعني إيه مش فاهم سؤالك، حولت مش فاهم. رحت لحد محل يعني حاول من عنده رصيد. ايوه. فانا قلت له عايز الرصيد يوصلني 100 جنيه صافي. فده المفروض ادفع 100 جنيه زياده 50 جنيه، ده اللي سايب في المحلات كلها. ليه كده؟ ما يعني ما وجه زياده 150 جنيه قيمه التحويل يعني ولا ايه؟ خدمه التحويل خدمه زياده خدمه يعني خدمه 50% قيمه التحويل؟ بتدفع النص. ها؟ بتدفع النص. قيمة التحويل 50%؟ شحن يعني؟ لو انا يوصلني صافي 100 جنيه فادفع 150 جنيه زيادة. ده نظام الشركة يعني؟ ايه؟ هذا نظام الشركة. ايوه ده مش سؤالي، انا سؤالي ان انا لما رحت حولت من عنده فقلت له ادفع كام زيادة عن 100 جنيه؟ قال لي 5 جنيه بس. فانا سألت بأماكن تانية قال لي لا بتدفع 50 جنيه. لا انت فاهم غلط، هي اصلا في مصر هنا المية تصفى على 70، فالمية تصفى على 70 تلقائيا هو ليس يستفيد شيء، وبيضيف نسبة التحويل هو بعد ذلك، يعني يضيف، يعني انت لو انت اشتريت الكرت والكرت 100 جنيه تدخله الهاتف يصبح عندك رصيد 70 جنيه فقط، الشركة تاخذ 30، هو كمحول يضيف إلى هذه 30 نسبة تحويلة بس، لا بأس بذلك يعني.